مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من فقه الحياة. أولى الإسلام عناية فائقة بالمرأة وأولاها اهتماما كبيرا ونظر إليها نظرة تقدير واحترام واعتزاز. المرأة في الإسلام هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي العمة، هي الخالة، هي الجدة، والإسلام نظر إليها نظرة مساواة، وضعها على قدم المساواة مع الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة وأيضا في التكليفات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المرأة والرجل على حد سواء. للحديث عن مكانة المرأة في الإسلام وكيف كرم الإسلام المرأة تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا ومرحبا يا أستاذ. مشاهدينا متواصلون معكم في فقه الحياة بعد الفاصل. مشاهدينا لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. أجدد لحضرتك التحية دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا وبارك الله فيك. أشكرك دكتور. بداية، يعني الحديث عن المرأة في الإسلام هو حديث طويل ولطالما تم تناوله في العديد من المواضع سواء في البرنامج أو في خارج البرنامج، لكن اسمح لي في البداية وهي بداية مستحقة، كيف اهتم الإسلام بالمرأة؟ وده بيأخذنا إلى وضع المرأة قبل الإسلام وكيف كرم الإسلام المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، وأن ننتفع به وينتفع به كل مستمع كريم. اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق، اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل هو لك فخالطنا فيه ما ليس لك يا رب العالمين. بداية أشكر حضرتك على طرح هذا السؤال، وهو سؤال مطروح، بل هو من الأسئلة التي ترد على الإسلام دائما أبدا، حيث هناك فتنة فكرية تدور في المجتمعات، دائما ينظرون إلى المرأة على إنه الإسلام حط من قدرها، وإني لابد من تعديلات تدخل على قوانين المرأة، وإني المرأة مهضوم حقها، والمرأة مغيبة، والمرأة لا قيمة لها، والمرأة مهملة. وأنا أسأل حضرتك سؤال باعتبارك امرأة، هل ترين ذلك؟ هل تري أن الإسلام هضم حقك في يوم من الأيام؟ يعني أجيب حضرتك. نعم. يعني نعم. كغادة. نعم. المشكلة مش في الإسلام يا دكتور، ربما يكون المشكلة في المجتمعات، المجتمع مشكلة في الأفهام، وفي الأفهام هم يصدرون صورة عن الإسلام بوضع المرأة في نطاق معين، أو يحكمون عليها بأحكام معينة ربما هي نابعة من ثقافات ولكنها ليست من الدين نفسه. هذه جريمة، جريمة علمية وجريمة أخلاقية. جريمة علمية لأن من يتحدث عن المرأة في الإسلام بمقتضيات أشياء ينسبها إلى الإسلام وهو لا يعلمها، فعليه أن يتعلم قبل أن يتكلم. نعم. هذه واحدة. جريمة أخلاقية لأنني لم أتثبت، وخاصة في دين وشريعة يدين بها أكثر من 1.5 مليار من البشر. لا يمكن يقبل 1.5 مليار من البشر هؤلاء تعاليم تهضم الحقوق، بل والنساء أكثر من الرجال، حتى الإحصائيات الحديثة تثبت على أن المرأة أو أعداد النساء يزيدن على أعداد الرجال 3/4، وليس يبقى إذن النساء في الإسلام أكثر من الرجال، فكيف سكتنا
نساء الإسلام عن هضم الحق، لا يمكن أبدا. لذلك إذا ما نظرنا كما قلت حضرتك إلى الإسلام، ما جاء ليظلم المرأة، إنما جاء ليقيم القسطاس المستقيم بالمرأة. قبل الإسلام زي ما أشرتي، قبل الإسلام في الجاهلية كانت تقتل وكانت تهمل وكانت تستخدم آلة كسلعة تباع وتشترى إلى غير ذلك، حقوقها مهضومة، ميراث ليس لها ميراث، لا تستأذن عند زواجها إلى غير ذلك من الأمور التي كانت توجد من قبل. أيضا في العصر الحديث لم يوجد للمرأة حتى في البلاد التي يقال أنها وصلت إلى أرقى درجات الرقي ومتقدمة، منذ قرن من الزمان كانت المرأة عندهم لا قيمة لها، وكان ليس عندها ذمة مالية، لا ترث وتورث. حتى في الديانة اليهودية، لو ذهبت إلى الديانة اليهودية باعتبارها أقدم الأديان الثلاث، لا تجدين لها ميراث إطلاق، إنما الميراث إذا ترملت المرأة يأتي أخ زوجها إذا كان له أخ يأخذها بمالها وليس لها ذمة مالية. فإن كانت من أثرياء العالم وتزوجت تصير المفلسة رقم واحد، يحصل على كل ما تملك، كل ما تملك يحصل عليه الرجل. بل إن الحاخامات في التلمود لما يتكلموا في ذلك كأنهم في منزلة أعلى من المرأة، والمرأة دي متدنية، فيقولوا إيه في دعوتهم: الحمد لله الذي لم يخلقنا نساء. والنساء في المقابل يقول: الحمد لله الذي خلقنا كما شاء. يعني معركة عنصرية بين الطرفين. هل الإسلام هضم الحقوق؟ أبدا على الإطلاق، ده الإسلام جاء ليصلح ما أفسده الدهر. ولذلك تجدين في القرآن الكريم حقوق المرأة اشتملت عليها سورة البقرة، اشتملت عليها سورة تسمى سورة النساء، ولم توجد سورة في القرآن اسمها سورة الرجال. أليس هذا تميز للمرأة؟ نعم. وجدت حقوق المرأة في سورة الطلاق، سورة النساء الصغرى، وجدت حقوق المرأة في سورة التحريم، وجدت حقوق المرأة في سورة الممتحنة، تحدث القرآن عن حرية المرأة في سورة المجادلة. ما في مقطع ذكر المرأة إلا وأعطاها الحق، فاستجاب لهم ربهم في سورة آل عمران، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نطلع سورة النساء نفسه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا، وسكت لا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة آل عمران اللي قبل سورة النساء بتكلم عن الأسر أو العائلة بوجه عام، سورة النساء بعدها تكلم عن الفرد الذي ينشئ العائلة وهي المرأة، ويتحدث عن زواجها ويتحدث عن مهرها ويتحدث عن ميراثها ويتحدث عن الحليلات فيها، ويأتي في قضية الميراث يفصله تفصيلا في ثلاثة مقاطع في سورة النساء، حتى لا يتحدث أحد ويقول إن الإسلام لم يرسم الخريطة كاملة لحقوق المرأة. يأتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الأمور في نصابها ويقول: النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. يأتي القرآن ليؤكد على ذلك: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إلى لغاية النهاية، مساواة كاملة. الإسلام بيّن أن المرأة هذه ليست
مسألة هينة، دل هي الأم كما قلت حضرتك، وهي الأخت، وهي السكن، وهي المودة، وهي المحبة، وهي الخالة، وهي العمة، وهي التي يقبل أكبر شاب أو أحسن إنسان يقبل يدها قبل أن يخرج من البيت حتى وإن كان في أعلى المستويات. وربنا يقول في ذلك: ووصينا الإنسان ليس بأبيه إنما بوالديه إحسانا. إذن أين حقوق المرأة التي ضاعت؟ ولهن القرآن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، ربنا في القرآن يقول إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بالمعروف، العشرة بالمعروف، الإطعام بالمعروف، خيركم خيركم لأهله. النبي ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي في آخر دقائق عمره وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يفيق فيخرج ويقول: أيها الناس، الله 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 في الصلاة، أي حافظوا حافظوا على الصلاة. ثم يقول: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. آخر وصايا كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالنساء. أحب من الدنيا ثلاث، منها الطيب ومنها النساء. إذن قضية أن الإسلام تدخل عليه تعديلات أو يأتي من يفتي بأن المرأة مظلومة في الإسلام وتحتاج إلى تعديل وتحتاج إلى كذا، أمر عجيب وغريب، إما جاهل وإما قاصد. إن كان جاهل نقول له: غفر الله لنا ولك، عليك أن تقرأ دينك قبل أن تتكلم، وإن لم تكن من أهل هذا الدين فعليك أن تفكر بعقل وتفكير راقي، فأنت إنسان كرمك الرحمن، ولقد كرمنا بني آدم، كرمك بإيه؟ بالعقل. ولذلك لاحظي حضرتك إن المرأة بلغة الإسلام لا يستطيع أحد أن يجبرها على شيء، بلغة الإسلام وبلغة القرآن وبلغة الشرع الحكيم لا يستطيع أحد أن يجبرها على شيء، لا زواج ولا اعتقاد. في الاعتقاد، تعالي على سبيل المثال، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح ولوط كانوا إيه؟ رسل ولا مش رسل؟ أنبياء. طيب، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. يعني خانوا الرسولين ولم يغنيا اللي هم عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. ايه معنى هذا؟ انه في رسولين، يوجد رسولان كريمان لم يستطيع أن يجبر زوجيهما أو زوجتيهما إلى الدخول في دينهما في الإسلام، لم يستطيع. في المقابل، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم. إذن هذه المسألة ليست مسألة سهلة. فرعون وهو الكافر لم يستطع أن يجبر أو يجبر المرأة أن تدخل في دينه، بل هو كان عمله النهار كله جالس يقطع الرقاب، مسك سكينه ويذبحنا، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. طب أجبر امرأتك اللي في البيت، مش قادر، لا يستطيع، له حرية الاعتقاد، له حرية الاعتقاد. طب الرسل، كان ممكن ربنا يقول للرسولين اجبروهم على اجبروهما على الدخول في دينكما، لكنه لم يفعل ذلك على الإطلاق. لها حرية في المعتقد. ليس هذا فقط، بل إن الإسلام سجل للمرأة أعلى درجات التفكير وأعلى درجات التقدير.
أعلى درجات التفكير يشكك فيها الكثيرون فضيلة الدكتور. من ناحية إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن النساء ناقصات عقل ودين، وهذا هو السطحي. نعم. الذي يفهم أن نقص العقل هنا يعني إن عقلها غير كامل وإن ما عندهاش تفكير. من الذي قال هذا؟ هو النبي يتزوج نساء ما عندهمش تفكير؟ قصة الحديث، من أفقه امرأة حفظت على الإسلام؟ سيدة عائشة. خديجة قبلها. نعم. خديجة أول من وضعت أصول الفقه الإسلامي، وأول فقيها في الإسلام، وأول من حمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأول سند لسيدنا النبي. ناقصت عقل دي؟ النقص العقل هنا أن العاطفة أعلى من يعني ممكن المرأة بكلمة أي شيء أمام عينيها تنزل الدموع من عينيها. حتى المرأة في أحكام القضاء دايما بتبعد عن أحكام القضاء. طب ليه؟ لأنها لا تستطيع أن تحكم بالقتل والإعدام بسرعة، ولذلك في الأغلب ما يتولنا أغلبهم ما يرضش يتولى القضاء. تلاقيها متخصصة مثلا في طب الأطفال، متخصصة في الأدب، متخصصة في كذا، لكن أغلبهم ليه؟ قلبها ورقتها ورحمتها ورأفتها تجعلها تبتعد عن هذه، مع أنه مش حرام. وفي هذه الحالة تعالي لنرى أعلى درجات التفكير للمرأة. بلقيس اللي هي ملكة سبأ يتحدث عنها القرآن في إسهاب وفي عرض قصصي من أروع العروض، لما قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وبعدين قالت لقومها أنا مش هعمل أي حاجة إلا لما أشاوركم فيها، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. طب بالله عليك مش بيقولوا ديمقراطية الآن في العالم؟ نعم. القرآن يؤسس ويؤصل للديمقراطية في كتاب الله العزيز من خلال امرأة، وامرأة حاكمة وحاكمة. وانظري إلى المشهد بعدها، أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. هم ردهم كان إيه؟ ده رجال بقى ومسلحين في هذه الحالة. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن علينا التنفيذ، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. يعني أنت جعلنا الأمر في عنقك، لأن المسألة مش مسألة سهلة. لو أن هذه صاحبة عقل قاصر كما يقول السطحيون في هذه الحالة، كيف يتحدث عنها القرآن بهذه اللغة التي تسجل بماء الذهب أو تكتب بماء الذهب إن صح التعبير؟ إني لا أفعل شيء إلا إذا أشرتكم واستشرتكم، نحن علينا التنفيذ، نحن القوات المسلحة التي تحمي البلاد والعباد، وأنت متولية الأمر قولي رأيك ونحن ننفذ فورا. ولذلك القرآن يلقي بهذه المسألة يعني في بجانب آخر، أن المحافظين على البلاد عليهم أن ينفذوا أوامر ولي الأمر في ذلك طالما درس الأمر. لا يمكن أن تتخلف في هذه المسائل، وإلا فتعتبر خيانة عظمى. شوف لقطات القرآن وجمال القرآن. يعني ربما يتساءل البعض، ده نموذج واحد لامرأة لكنه غير معمم. خلاص خدي نموذج تاني. احنا بنحكي في حياة لا فيها انترنت ولا تكنولوجيا ولا جامعات ولا نساء متخرجين من جامعات السوربون ولا من جامعة القاهرة. فترة قبل ميلاد السيد المسيح، ده قبل المسيح بقرون، والتعالي في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص نترك هذا في التعالي. النبي في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام يحصل موقف ويقبل النبي الصلح وما يدخلش مكة، وهو جايب الهدي والنحر والصحابة فرحانين وهو يدخلوا، ويخرج سيدنا عمر ويعترض على الصلح
ويقول له يا رسول الله لماذا نقبل الدنية؟ سيدنا عمر مش بيهدد، إنما من عز من حبه للإسلام ولسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول له سيدنا أبو بكر أسكت يا عمر، إنه إيه؟ إنه رسول الله، إلزم. شوف حتى الصحابة يتناصحون أمام سيدنا النبي وسيدنا النبي يسكت ويأمر بالذبح، ما حدش يذبح، المسألة مش مسألة هينة. فيدخل سيدنا النبي غاضب، يدخل الخيمة بتاعته. مين بقى معه في الخيمة في هذه الحالة؟ مين المستشارين اللي حواليه؟ السيدة أم سلمة زوجته. ما هو كده الرجل المسلم إذا ضاقت به الدنيا عليه أن يلجأ إلى زوجته، لا يلجأ إلى الخليلات ولا إلى غيرهن. عليه أن يذهب إلى بيته اللي هو السكن. سيدنا النبي بيطبق ذلك عملي في موقف من أحرج المواقف، ويدخل فترى السيدة أم سلمة وجه رسول الله متغير. ثم ينطق النبي ويقول يا أم سلمة هلك المسلمون، هلك المسلمون. قالت لماذا يا رسول الله؟ قال إنني أمامهم وينظرون إلي ويسمعون قولي ولم ينفذوا. هلك المسلم. بالله عليك، موقف زي ده ورسول الله صلى الله عليه وسلم، الموقف شكله إيه؟ يعني أنا أمام أمرين، ممكن تتنزل اللعنات في اللحظات نفسها على من لم يستمعوا إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفذوا أمر الله. وذلك النبي، فكان من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة الإسلامية وبأصحاب رسول الله، بل وبأعصاب رسول الله، أن تتكلم السيدة أم سلمة وتقول يا رسول الله لا عليك، هون عليك يا حبيب الله، لقد دخلهم ما دخلك الآن، جاءوا من أقصى البلاد وهم في شوق إلى بيت الله، هم ليسوا ضد دين الله إنهم في شوق، فرأوا ما لم تروه يا رسول الله، فعليك أن تبدأ بما أقول يا رسول الله إن قبلت ذلك. قولي يا أم سلمة. قالت أخرج يا رسول الله وابدأ بنفسك، اذبح الهدي ونادي الحلاق وابدأ الحلق بنفسك وسترى ما يسرك يا رسول الله. يا سبحان الله، فيهدأ النبي صلى الله عليه وسلم. مواقف من أعظم المواقف، لو في كاميرات بتسجل هذه القضايا وشاهدها ناس، لكن التاريخ بيشهد والسيرة بتشهد، وكأننا نرى رسول الله ونرى الحوار الذي دار بينه وبين زوجه أم سلمة. فيخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالنحر والهدي، ثم يأتي ويحلق، وإذ بجميع الصحابة ينفذون كما نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، من الذي أنقذ الموقف؟ امرأة. من الذي لم يجعل اللعنات بفضل الله تنزل على هؤلاء؟ من الذي منع ذلك بفضل الله؟ إنها حكمة المرأة، عقل المرأة. قلت لك هذه أول فقيهة، أو هذه ثاني فقيهة. الفقيهة الأولى خديجة. ألم يأتي النبي في موقف، ما بص المواقف، سيدنا النبي هو الأمة الإسلامية اللي بيسند سيدنا النبي ويحافظ على أعصاب سيدنا النبي ويقدم للنبي المسكنات الهادئة، كانت النساء الشرعيات. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة خديجة أول واحدة تزوجها، وحتى يوم ما تزوجها، حتى بعض الناس يقول لك النبي، يعني تجدينه في الغرب يقول لك النبي شهواني، والنبي كان بيحب النساء ويتزوج كثير. طب لو شهواني كيف عنده 25 سنة ويتزوج واحدة عندها 40 وتعيش معه ويذكرها حتى بعد إيه؟ بعد وفاتها. كيف يفعل؟ لما دخل يرتعش، وكأن الله قيض له خديجة لهذا الموقف، زملوني دثروني إلى آخر هذه الأشياء. ما بك يا رسول الله؟ ما بك يا محمد يا ابن عم؟ شوف حتى الكلمة، ما بك يا ابن عم؟ الواحد يدخل عليها زوجها في بعض الأزمنة التي نشاهدها، لما يدخل عليها يرتعش ومتضايق تولع النار زيادة. انظري إلى السكن والمودة التي يجب أن تكون منك لزوجك. الأسرة لا تقام على المعارك،
ولا على الخناقات ولا على المشاكل، إنما بساط الأسرة جعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يا ابن عم ما بك؟ قال جاءني ما جاءني يا خديجة، وقص لها القصة أنني كنت كذا وجاءني وقال اقرأ وضمني وإلى آخر القصة المعروفة. شوف الفقه بقى بتاع خديجة، تقول له إيه؟ أبشر والله لن يخزيك الله أبدا، لن يخزيك، قاعدة أن الله لن يخزي، بس من الذين لا يخزيهم؟ من توفرت فيهم ضوابط معينة، قاعدة شرعية. إيه الضوابط؟ إنك لا تصل الرحم، واللي بيصل الرحم وما يقطعش أخته ولا عمته ولا خلته ولا إلى آخر هذه الأشياء، هذا الشخص ربنا ينجيه من المواقف، لن يخزيه الله. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الظهر وتعطي الفقير، إلى غير ذلك من المقاطع. هذا فقه السيدة خديجة، أول فقيهة في الإسلام، أول من فهمت الحالة التي عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهدأت من روع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. خديجة أم سلمة، الفقيهة الثالثة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ثم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية نساء النبي، كل واحدة كان لها دور إعلامي إسلامي رائع، وكل واحدة كانت تنفذ التخصص الذي واحدة تدخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له كيف أتطهر وكيف كذا، فالنبي يقول له تطهري بفرسة أو بحتة قطنة فيها كذا، تقول له كيف يا رسول الله؟ يستحي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بعائشة تأخذها إليها وتقول لها تعالي فضحت النساء، وتبين لها كيف تتطهر. إذن كنا بمثابة وكالات أنباء عالمية يشرحن الإسلام لنساء المسلمين، فمن الذي يهضم حق المرأة في الإسلام؟ أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الدكتور، والحقيقة كان عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة ولكن وقت هذه الحلقة لم يتسع لها جميعا. بشكر حضرتك دكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم بإذن الله وحلقة جديدة من فقه الحياة، إلى اللقاء.